صباح الخير مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من هذا الصباح على شاشه النيل، يوم جديد مشرق باذن الله. صباح الخير يا احمد. صباح الخير الهام، صباح الخير لكل مشاهدينا في كل مكان. النهارده موضوعاتنا متعدده ومتنوعه الحقيقه، مواكبه للاحداث. خلينا نبدا قبل ما ندخل في الموضوعات علشان هو اشرف مبارك مستنينا دلوقتي لايف، موجود معانا على الهواء مباشره من مدرسه الضبعة الثانويه. دي اول مدرسه للتطبيقات النووية في مصر، هنعرف مزيد من التفاصيل من أشرف مبارك. صباح الخير يا أشرف. صباح الخير يا إلهام، برحب بيكم من محافظة مطروح وتحديدا من منطقة الضبعة، يعني التي يعني يتواجد بها مدرسة الضبعة للتطبيقات النووية، وهي أول مدرسة في مصر والشرق الأوسط تضم نحو 150 طالب. هؤلاء الطلاب سوف يتخصصون في الصف الثاني في ثلاثة تخصصات، هي تخصصات الكهرباء والميكانيكا والإلكترونيات. يعني هي مدرسة سوف يعني تخدم على المفاعل النووي في منطقة الضبعة الذي تعاقدت مصر مع دولة روسيا منذ يعني عدة سنوات أو منذ نحو سنتين مع الجانب الروسي. هذه المدرسة فريدة، يعني هنا يطبق في هذه المدرسة نظام اليوم الدراسي الكامل، بداية من تناول الطلاب لوجبات الإفطار، ثم يعني أداء طابور الصباح ودخول الحصص الدراسية وأداء الشق العملي في المعامل، ثم بعد ذلك يتناولون وجبة يعني الغداء. بعد ذلك يقوم جميع الطلاب بأداء كل ما يخص موضوع التمارين والمذاكرة لبعض الحصص التي حصلوا عليها على مدار اليوم. ثم هناك أيضا في تلك المدرسة الشقة الفندقي، وهو مبنيان مخصصين لإقامة هؤلاء الطلاب. إذن هي إقامة دائمة في تلك المدرسة التي خصيصا لخدمة المفاعل النووي في منطقة الضبعة لتوليد الطاقة الكهربائية. معي على الهواء مباشرة الأستاذ نبيل نجيب، وهو مدير عام التعليم الفني في محافظة مطروح. برحب بحضرتك يا فندم، وحشتني الأخبار. أهلا بك يا فندم، صباح الخير على مصر وعلى المصريين كلهم. برحب بحضرتك يا فندم، وعايز أعرف حضرتك أهم تفاصيل هذه المدرسة، وهل المدرسة دي تكلف إنشاءها فعلا نحو 60 مليون؟ وعايز أعرف تفاصيل أكثر عن تلك المدرسة. تمام يا فندم، أنا الأول ببدأ بصبع على مصر وعلى المصريين، وأبدأ بتقديم خالص الشكر والتحية للسيد الوزير الدكتور طارق شوقي لتفضله وموافقته على اعتبار المدرسة دي أول مدرسة فائقين للتعليم الفني، ودي أول سابقة للتعليم الفني إن يكون عندنا مدرسة تعتبر فائقين، وبالتالي الطلبة هنا قاعدين معانا اليوم الكامل. بيبدأ اليوم بتاعهم من 6 صباحا تمارين رياضية، بعد كده الفطار، طابور الصباح، بيدخلوا على الفصول، اليوم الدراسي بينتهي بيخشوا على الغداء راحة شوية، بعد كده بيبدأوا المذاكرة بتاعتهم في مبنى الإقامة بتاعتهم، موجود مشرفين. دلوقتي من يوم 1/2 جات لنا شركة خدمة للمدرسة بالكامل، نظافة، حراسة، تغذية، قايمة بكل المهام اللي بتريح الطالب والمدرس عشان الطالب يذاكر ويجتهد. طيب يا فندم، احنا عايزين نعرف معايير لاختيار الطلبه في تلك المدرسه، خاصه هم 150 طالب، يعني بنتكلم في كل دفعه 75 طالب، يعني هل تم اختيارهم بناء على معايير معينه؟ تم الاعلان عن طلبه على مستوى الجمهوريه، اتقدموا حوالي 1800 طالب. كان الشروط الاساسيه المجموع 250-280 للمحافظات و230 من 280 لابناء مطروح. يعني فوجئنا باقبال مش طبيعي، طبعا المدرسه فريده من نوعها في مصر وفي الشرق الاوسط، اول مدرسه في افريقيا بالكامل تخدم او بتدرس تكنولوجيا النووي، فدي كانت يعني عليها اقبال مش طبيعي. الموضوع بدا بكذا مرحله، بدا عندنا في اختبارات في مطروح، اختبارات اي كيو، اختبارات ذكاء، الولد دخل على الكمبيوتر امتحن 70 سؤال في 35 دقيقة، خد النتيجة بتاعته فوري مضى عليها، بعد كده اتصعد في الاختبارات وبدأوا يختبروا في الفنية العسكرية،
في النهاية طلعوا 75 ولد على أعلى مستوى، دخلوا عندنا في 3 أقسام: ميكانيكا وكهرباء والإلكترونيات. الأقسام دي بتخدم المشروع النووي والحلم النووي بتاعنا، فعشان كده الولاد تم اختيارهم بشكل يعني مش عايز أقول مبالغ فيه، إنما اختيروا بعناية فائقة. الولد اختير نفسيا ورياضيا وصحيا وذهنيا. طيب طبنا على الشق العملي، طبعا احنا معروف ان المفاعل النووي هيبقى اغلبه طبعا الشق العملي، هل بيتم تدريب الطلبه على هذه التكنولوجيا النوويه السلميه ولا ايه؟ يا فندم هيئه الطاقه النوويه بدات تاخد الولاد تدربهم في المفاعل التجريبي بتاع انشاص، بدا هم نفسهم يدوهم تدريبات معينه، بيتعمل لهم هنا معمل للطاقه الاشعاعيه، بتعمل فيه سيميوليتر للي هيشوفوه اصلا جوه المفاعل بتاعهم. فيعني في تعاون بين وزاره الكهرباء وهيئه الطاقه النوويه مع التربيه والتعليم عشان تطلع مناهج تخدم المشروع فعلا وتخدم الشغل. الولد طالع يشتغل من بكره، يعني مش هنقعد نستنى هندربه ازاي يعني. طيب احنا بنستاذن سيادتك يا فندم، هندخل نصور في المعامل وعلى مدار اليوم هنغطي كل متابعه عمليه دراسيه في الفصول الدراسيه وفي المعامل، وهيبقى في تغطيه شامله ان شاء الله على قناه النيل الاخبار. برضه يعني في جزئيه ثانيه برضه، اصحاب الفضل اللي لازم يتقالوا معانا، دكتور محمد مجاهد بصراحه يعني عمل مجهود فظيع عشان المدرسه يبدا فيها الدراسه السنه دي، والمدرسه ما كانتش مكتمله بشكل كافي. يعني عندنا السيد المحافظ اللي هو مجدي الغرابلي واهتمامه بالمدرسه وجي كذا مره وتعليماته الواضحه بتذليل كل العقبات. عندنا الاهم بقى اللي شال الشيله كلها والمدرسه لسه على الارض، الدكتور سمير نيلي وكيل الوزاره بتاعنا. بصراحه المدرسه بدات على ايده، وكل اسبوع متابعته ليها مرتين في الاسبوع، متابعه مع المقاول، متابعه يعني زلنا كل العقبات. فانا بقى بشكرهم فعلا من قلبي، واولادنا كمان بيشكروهم، وخالص شكر يعني للناس اللي تعبت معانا لغايه ما ظهرنا بالمظهر بتاعنا ده. تمام، ده حلم طبعا كل الاجهزه التنفيذيه في الدوله كلها بتعمل من اجل يعني انهائه، ومن اجل يعني الوصول الى هذا الحلم وتوليد الطاقه الكهربائيه من الطاقه النوويه السلميه. يعني نحن مستمرين معكم الهام في برنامج هذا الصباح، وتغطيه مباشره من داخل مدرسه الضبع للتطبيقات النوويه في محافظه مطروح الى الزملاء في الاستوديو. شكرا لك يا أشرف على يعني هذا العرض، وإن شاء الله ربنا يوفق الطلبة في هذه المدرسة الأولى من نوعها في مصر، مدرسة للفائقين في التعليم الفني خاصة بالتطبيقات النووية في مدينة الضبعة في مرسى مطروح. نروح لموضوعاتنا النهاردة اللي هنناقشها مع ضيوفنا الكرام. عندنا موضوع عن تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، ده ازاي يعزز فرص التعاون السياحي بين دول إفريقيا، ازاي ممكن يفتح لمصر أسواق سياحية في القارة السمراء، خاصة ان برضو في وجهات سياحية في أفريقيا جميلة، الناس طبعاً بدل ما تتوجه نحو الشمال نتوجه نحو الجنوب ونشوف يعني سياحة مختلفة، ثقافة مختلفة، وهم يتوجهوا لنا أيضا يعني هم هي سياحة متبادلة بالضبط. عندنا موضوع تاني بيهم الأسر المصرية للطلبة في المدارس خاصة الأطفال في مرحلة الابتدائي تحديدا، لأنه يعني التغذية السليمة في مرحلة الطفولة مهمة جدا لبناء عقل الإنسان وجسم الإنسان. الحقيقة اللي بيتبني في الأساس في الطفولة هو اللي بنبني عليه طول حياتنا بعد كده، لذلك التغذية السليمة لها أصول، يعني طريقة التغذية لابد أن تكون متوازنة. هنقدم فقرة عن أسباب التقزم لدى الأطفال وإزاي نتفادى التقزم، ونقصد بالتقزم وقصر القامة يعني الناس، أنه الأكل فعلا بيأثر على بنية الإنسان في الكبر. هنشوف ازاي من خلال الفقره دي تكون التغذيه السليمه للاطفال في مرحله الطفوله. فعلا في اطفال كتير عندهم دلوقتي كمان انيميا برضو يا الهام، منتشره جدا عند الاطفال، ومع بدء الفصل الدراسي الثاني من المهم جدا انه يبقى في وجبه غذائيه الصبح صحيه للاطفال، ان هم في سن النمو في تحصيل دراسي، ونختار الصحي ونفرق ما بينه وبين الغير صحي، لان السوق الحقيقه مليان يعني من ده على ده، فالناس مش عارفه تاكل ولادها ايه الصح وايه الغلط. وفي اطار الاستسهال ناس كتير بتعمل حاجات غلط علشان يعني توفيرا للوقت، بس يعني لازم من حين لاخر نوعي الناس طبعاً باهميه التغذيه. فقرتنا الثابته في هذا الصباح ايضا فقره الصحافه وفقره الرياضه وفقره الاقتصاد. نشوفكم بعد ما نتابع هذه الفقره الرياضيه، فقره الايروبكس في تقديمه عن اهم اخبار مصر والعالم.
معاك كوتش منير. النهارده هنتمرن تمرينات اللي احنا مكملين مع بعض فيها مجموعات عضليه كبيره عشان درجه الحراره الساقعه دي. هنتمرن النهارده على عضلات الشيست او الصدر مع البطن. طبعا هنبدا بحاجات بسيطه، الشيست لوحده خالص وبعد كده البطن، وبعد كده نعمل تمرين مركب الاثنين مع بعض. يلا هنعمل دول مع بعض 10 عدات بس. نمسك ازازه ميه، دمبل صغير، اي ويتس بسيط في البيت. هنام على ظهري باصص لفوق، كل هعمله هفرد 1 وانزل تحت 2، المس الارض مفيش مشكله 3 4، النفس وانا طالع 8 9 10. ممكن ما اسيبش الدمبلز، كل اللي هعمله هطلع اعمل عده كرانش 1 2 3 4 5. ممكن افرد ايدي مفيش مشكله 6 7 8 9 10. كويس جدا. هنعمل بقى ميكس تمارينات مركبه، هنعمل عده من تمرين الشست ومعاها على طول عده من البطن. همسك الدمبلز وانام تاني. هنا ستارت البوزيشن او ابدا التمرينه 1 2 1 2. كويس جدا 1 2. احسن جود 5 6. لو حد تعب معلش نكمل 8. كويس 9 10. كويس جدا. احنا صعدنا التمرين شويه، دلوقتي هنعمل تمرين جديد. هقف كده وضع البلانك، كل اللي هعمله هعمل عدة بوش اب بسيطة قوي 1 واسحب ركبتي عليا، اعيدها تاني ولو 5 مرات 2 3 4 5. كويسين جدا ان احنا عملنا 5 عدات دولت. نكرر الكلام دوت يا جماعه يا ريت مرتين في 10، التمرين الاولاني والتمرين الثاني. كده احنا خلصنا، واشوفكم بكره ان شاء الله. اهلا بحضراتكم في جوله اخباريه سريعه، ونبدا مع دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه اللي معانا على التليفون دلوقتي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضراتكم وعلى الساده المشاهدين. في بيان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بيحذر من عدم استقرار في الاحوال الجويه من يوم الاربع لغايه يوم السبت، وفي عاصفه وانخفاض في درجات الحراره يوم الخميس والجمعه. البيان المفروض انه صادر عن وزاره الطيران والهيئه العامه للارصاد الجويه والاداره العامه للتحاليل. صحه هذا البيان ايه يا دكتور؟ هو فعلا اصدرت هيئه الارصاد الجويه امس بيانها بتحذر من الاضطراب في الاحوال الجويه اللي هتبدا في غدا بعد ظهر غد على اقصى ساحل الشمال الغربي، يعني ناحيه السلوم سيدي براني حتى مرسى مطروح، تتمثل في نشاط الرياح وانخفاض الحراره وامطار.
مع نهاية غدا إن شاء الله تبدأ تتقدم للداخل لتصل إلى الوجه البحري والقاهرة وكل السواحل الشمالية. القمة بتاعتها هتكون يوم الخميس والجمعة. طبعا نشاط الرياح قد يصل إلى حد العاصفة على أماكن مرصوفة الصحراوية، وهتكون أمطار على من الساحل الشمالي حتى شمال البلاد. قوة الأمطار إيه دكتور أحمد، ومدى التحذير اللي نوجهه للناس أو يعني الاحتياطات اللي ياخدوها الناس؟ طبعا الامطار هتختلف مكان الى اخر، من في اماكن تبقى متوسطه الى شديده واماكن اخرى تبقى متوسطه، يعني القاهره ممكن الامطار تكون فيها متوسطه، بينما بعض محافظات الوجه البحري والساحل الشماليه تكون شديده. وطبعا احنا في اثناء الاتربه يرجو ان احنا ينتشر بيننا ثقافه استخدام الكمامات عشان نحافظ على الجهاز التنفسي، واصحاب امراض الجهاز التنفسي يجب ان يراجع الطبيب بتاعه ويبتعد عن هذه الاتربه. الساده الساقين على الطرق ارجو يعني اثناء انخفاض الرؤيه، سواء لان الاتربه هتاثر على الرؤيه، انه يتخذ اجراءات الحيطه ويطبق تعليمات الموجه كل ده. طيب تاثير ايضا هذه الموجه على حركه الملاحه يا فندم؟ طبعا الملاحه النهارده جيده لحد بكره الظهريه، لكن بعد كده هتبدا اضطراب الملاحه البحريه خاصه الخميس والجمعه نتيجه نشاط الرياح، فهيبقى في اضطراب في الملاحه البحريه سواء في البحر الابيض او البحر الاحمر. وتنتهي الموجه يا فندم على يوم السبت ان شاء الله؟ يوم السبت ان شاء الله. يوم السبت تنحصر امطار على الساحل الشماليه الشرقيه، يعني ناحيه دمياط بورسعيد العريش طبعا المصريه، بعد ظهر السبت ان شاء الله تكون انتهت هذه الموجه. طب دكتور احمد، عايزين برضو نعرف من حضرتك تفاصيل مؤتمر الارصاد الجويه الافريقيه اللي هتستضيفه مصر من 16 فبراير ل 23 فبراير، ايه تفاصيل هذا المؤتمر ويعني ما يناقش فيه من موضوعات؟ طبعا احنا بدايه بعد رياده مصر الاتحاد الافريقي، دي اول حدث يحدث في الاتحاد الافريقي، هيكون اجتماع مؤتمر الارصاد الجويه في افريقيا. اليوم الاولين هيبقى المؤتمر الاتحاد النسائي في مجال الارصاد الجويه، ثم اجتماع مجلس وزراء الافريقي المعين بالارصاد الجويه، والاخير هيكون اجتماع رؤساء الارصاد في افريقيا. طبعا بيهتم بتعميق العلاقات بين الدول الافريقيه وتبادل المعلومات والابحاث والتدريب، وهيكون اهم مناقشاته هو تاثير التغيرات المناخيه على الدول الافريقيه. جزيل الشكر لحضرتك يا فندم دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. نتابع جولتنا الإخبارية مع حضراتكم، ونبدأ بقطاع الثقافة وإعلان من جانب وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم الأجندة الإفريقية لعام 2019 اللي بتضم فعاليات ثقافية وفكرية بين مصر ودول القارة السمراء. هيكون أهم الفعاليات اللي هتعلن أو أول هذه الفعاليات هو مؤتمر مهرجان أسوان الدولي للثقافة، وده هيقام في أسوان في الفترة من 17 ل 22 فبراير، وده في إطار إعلان محافظة أسوان أو مدينة أسوان تحديدا هي عاصمة للشباب الإفريقي في 2019. برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة أسوان عاصمة لشباب القارة، وبمناسبة استضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية، قامت الدكتورة إيناس عبد الدايم بالإعلان عن خطة عمل الوزارة خلال عام 2019، والتي تؤكد على دعم وتعزيز التراث الثقافي والفني بين مصر وإفريقيا. احنا بدأنا بالفعل في يناير من خلال مشاركات الدول الإفريقية في دورة الجيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي بلغت 10 دول إفريقية، منها 3 دول لأول مرة بتشارك هي كينيا وغانا والسنغال. والسنغال التي تم إعلانها ضيف شرف الدورة 51 لعام 2020 بإذن الله. الاحتفالات تضم ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة مع تخصيص جزء كبير للأفلام الإفريقية ومهرجان الموسيقى الإفريقية، فضلا عن مهرجان السيرك الإفريقي المصري الثاني وغيرها من الفعاليات المتنوعة. تم تخصيص 7 منح دراسية بمعاهد أكاديمية الفنون لمبدعي الدول الإفريقية، إلى جانب دورة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين باللغة العربية مدتها عام
بالإضافة كمان الحقيقة معاملة الأفارقة زائري المتاحف الفنية والقومية التابعة للوزارة معاملة المصريين فيما يخص أسعار التذاكر. الأحداث والفعاليات تدعم التواصل بين مصر وإفريقيا وتعمق العلاقات الاستراتيجية وتوطد الروابط المشتركة، كما تبرز ملامح الحضارة المصرية وتلقي الضوء على ألوان الفكر والفن الحديث والمعاصر لتتوهج دروب الإبداع بعقول ووجدان أدباء وفناني وفرق القارات السمراء. 110 فعالية فكرية ثقافية تبادلية ما بين مصر وإفريقيا على قائمة الأجندة الإفريقية التي أعلنتها الدكتورة إيناس عبد الدايم، فيما قد يؤكد على أهمية دور الفن والثقافة باعتبارهم الأداء الأقرب إلى الجمهور. من المجلس الأعلى للثقافة، فسانت أكرم، النيل. بالتأكيد هنشهد خلال العام الحالي فعاليات كثيرة متعلقة بالقارة الإفريقية، مش بس ثقافية وسياحية واقتصادية، في كل المجالات طوال هذا العام. بس احنا الحمد لله في مصر السياحة بدأت تسترد عافيتها بشكل كبير. تصريحات لوزيرة السياحة اللي أكدت أنه مصر فعلا بتشهد تحسن كبير في مجال السياحة، وتحدثت تحديدا عن السياحة الصينية اللي هتشهد إقبال خلال السنوات المقبلة. كمان قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أن السياحة في مصر حققت في عام 2017 طفرة مهمة جدا، وفي عام 2018 حققت قفزة كبيرة، وقالت أن السياحة المصرية بتتميز بالتنوع لأنه في سياح من مختلف أنحاء العالم بيجوا لمصر، سواء من أوروبا، من أمريكا، من آسيا، من الوطن العربي. بالذات أنه في يعني هذا العام دول عديدة بدأت تفتح خطوط طيران جديدة ما كانتش موجودة قبل كده، زي صربيا مثلا اللي أضافت 11 طيارة جديدة لمطار، أو يعني 11 رحلة جديدة لمطار الغردقة. كمان أعربت صربيا عن ترقبها لافتتاح المتحف الكبير في 2020، وقالت وزيرة السياحة ده هيبقى جزء كبير جدا من الترويج في الفترة المقبلة، وإن هذه المزارات المختلفة بتخلق شغف لدى السائحين في كل العالم لزيارة مصر في عام 2020. وقالت إن مصر كانت عام 2018 وجهة مفضلة لكثير من مشاهير العالم. الحقيقة وزيرة السياحة تحدثت تحديدا عن السياحة الصينية في هذا التصريح، وقالت إن هي وجهت التحية لنائب الرئيس الصيني وانغ تشيشان اللي حرص على زيارة معالم أثرية منها أهرامات الجيزة وأبو الهول خلال زيارته لمصر العام الماضي، ويعني عشان كده يعني هي بتتوقع إنه السياحة الصينية خلال الفترة القادمة تشهد إقبال كبير. كمان أشارت وزيرة السياحة لقوة العلاقات المصرية الصينية، وأنه لأول مرة بتضاء قلعة صلاح الدين التاريخية في القاهرة باللون الأحمر احتفالا بأعياد الربيع وبداية السنة الصينية الجديدة، وأعربت عن خالص تهانيها للشعب الصيني بهذه المناسبة. نروح للعراق تحديدا في السليمانية، وقصة امرأة لا تعرف المستحيل، امرأة كفيفة. هذه المرأة بتدير نشاط لصناعة الملابس، وهي المعيل الرئيسي لعائلتها، اسمها سوزان معروف، زي ما احنا شايفين في الفيديو على طول قاعدة مع صديقتها العزيزة اللي هي ما كانت الخياطة رغم إعاقتها، لكنها أصبحت الحقيقة نور لكل من حولها ومصدر إلهام لجيرانها والناس اللي ما تعرفهاش، حتى الناس اللي بتتفرج على الفيديو دلوقتي وشايفة إزاي امرأة تحدت الإعاقة وأصبحت بتدير نشاط لصناعة الملابس. يعني هذه المرأة فقدت بصرها في سن الرابعة من سن 4 سنين، لكن الحقيقة يعني هذا الأمر لم يعقها إطلاقا على استخدام مهاراتها العالية والفائقة في مجال الخياطة، قررت أن هي تستفيد بها وتستغلها بالفعل، وحولت منزلها إلى ورشة لحياكة الملابس. طبعا كمان هي الجيران اللي حواليها يعني طبعا سعداء جدا بانها بتقدم لهم هذه الخدمات، وعلى طول يعني بيقولها لما يكونوا محتاجين ملابس سواء ليهم او لاطفالهم. كمان زوجها عنده مشكله اخرى انه بيعاني من سكته دماغيه ولا يستطيع مغادره فراشه، فهي كمان بترعاه بالاضافه الى نشاط الحياكه اللي هي بتتولاه، بالاضافه طبعا لرعايه ابنتها
وحفيديها اللي بيعيشوا جميعا معها في نفس المنزل، وعندها وقت طبعا زي ما احنا شايفين تمارس يعني اعمال المنزل بمنتهى يعني السلاسه والطبيعيه رغم اعاقتها، تقعد مع احفادها يعني هي يعني هو عايشة حياة عادية جدا. ده مش مستغرب اولا على المرأة بصفة عامة اللي هي فعلا عندها يعني قوة وقدرة على التحدي، وهذا نموذج رغم ان هو نموذج طبعا يعني مشرف، بس هو نموذج متكرر جدا في الدول العربية، نموذج المرأة المتحملة المسؤولية بتتحدى الإعاقة وبتحافظ على بيتها. واحنا يعني مطالبين من حين لآخر ان احنا نعرض هذه النماذج عشان تكون يعني مصدر إلهام لينا، الهام وامل للناس انه تعرف انه يعني ما فيش مستحيل، وانه الناس كلها بتعيش يعني مآسي، ما فيش حد خالي، لكن الناس بتتحدى الصعوبات وتتحدى المصائب علشان الحياه تستمر. والحياه متحيزه تحديدا للمراه، لانه المراه هي عندها يعني اكثر قوه وتحمل وقدره على التحدي في سبيل بيتها. يمكن منروح لنموذج ثاني آخر من نماذج الكفاح في الوطن العربي. يعني احنا اتكلمنا المرة دي عن العراق، اتكلمنا النموذج ده كان في السليمانية في العراق. نروح لسوريا بقى، نروح لسوريا. سوريا أيضا فيها نماذج كتير للكفاح والعمل، والمرة دي هنتكلم عن يعني نموذج ذكوري، أحمد الحلاق هو صانع زجاج يدوي سوري، عاش 5 عقود من عمره في العمل في ورشة عائلته في حي باب شرق دمشق، ولكن يعني الزمان لا يستمر على وتيرة واحدة، احنا عارفين الظروف، فيعني الأمر أصبح الآن صعب قوي في رحلة الكفاح في هذه المهنة العتيقة في سوريا. تمام. طبعا يعني كمان دي من الصناعات اليدوية اللي اندثرت، لكن يعني بنحيي ونشجع الناس اللي لسه محافظة على هذا التراث الجميل من الحرف التقليدية واليدوية اللي موجودة في الوطن العربي، زي هذا صانع زجاج اليدوي اللي احنا شايفينه، لأن دي الحقيقة طبعا لازم نحافظ على استمراريتها في بلداننا العربية بدلا من اندثارها. انتهت جولتنا الإخبارية السريعة النهاردة في هذا الصباح، ولكن ما زالت فقراتنا في هذا الصباح مستمرة. نشوفكم بعد الفاصل وأول فقراتنا الحوارية.